السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام، مستمعي صفحة أثاث مستقبل العلمة. الناس اللي راهي تستنى في الماطلة ومدايرة عندنا طلبية تاع الماطلة، نقول لكم راهي دخلت والحمد لله. الناس عاد وشني تستنانا احنا حتى نجيبوا السلعة باش يشريو، يعني ماشي حتى بلاصة. وأنا شخصيا الناس اللي مدايرة على كوموند، ما عندي لا كوموند، ما نروحش نجيب السلعة من عند الناس ونعاود لهم البيع، يعني نجيب لكم السلعة كونتر فاسون، الماطلة المقلدة هذيك، الماطلة الخردة، ونعاود نبيعها لكم. أنا واحد من الناس تدي عندي سلعة أصلية هكذا، أنا عندي هكذا خدمتي هكذا، تدي عندي سلعة أصلية ولا ما تديش؟ هذه ماركة كلير دولين، صدقوني بالله مدة 8 سنين، نزيد كل فيديو نهضر ونعاود. شوف يا إسحاق، 8 سنين ما كاينش واحد هز ماطلة جابها لي على كتافه وجا قال لي ماطلة لقيت فيها الديفو. 8 سنين الحمد لله، الماطلة هذه اللي مشرفتنا، الماطلة هذه اللي عطيكم فيها لا غارونتي. كان انا نهضر معاك هكذا، نهضر معاك سيري، وماناش نهضروا بها نبيعوا ولا نهضروا بها نبيسوا. الحمد لله كل مرة تخلص لنا، المرة هذه قلت خلصت لنا في ظرف قياسي وطولت بها، دخلت الناس راهي تستنى. الحمد لله وفقنا ربي ودخلت الناس العاق. ربي نعرضوا عليكم الماطله هذه باش تشوفوها، يعني اي زبون راه مدير لا كوموند يقدر يجي يدي الماطله تاعو. قبل ما نبدا لكم الشرح تاعها، نهضر لكم النقل الماطله هذه رانا نبيعوا فيها بالسعر المصنع، ما فيهاش النقل هذه. انت خاصك ماطله كيما هذه، اي محل نوصلها لك انا الورقه ولا بشار ولا القسنطينه ولا تمراست ولا تندوف ولا واحد، المحل نوصل لك انا ماطله ما نوصلوهاش. ماطله كيما هذه نوصلها لتندوف تقول لي فيها النقل، الماطله حابه كيما هذه ما فيهاش النقل. النقل السعر هذا اللي نعطيه لك هذا هنا تاع لا سورس، تجي تهز منه المصدر. اما الناس كيما نقولوها اللي مديرين عليا كوموند تاع السره، ومديرين كوموند تاع لي صالون، ولا مدير كوموند تاع شامبرا، ولا مدير كوموند تاع لي بايو، ونعود ندي له السلعه خاطر تلقاه مخلص ترونسبور سعر رمزي، يا من حقه يدي ماطله توصلو مجاني، ما نحسبولوش ترونسبور تاعها. اما واحد فريد يقول لي مثلا بعث لي ماطله سوق هراس، ما تصلحش شريها من ثم خير. وعلى بالي تقولوا لي انت تبيع سلعه اصليه ومصداقيه، ولكن بصح الله غالب الماطله نبيع حك بريس تاع المصنع. كي نقول لك انا سوق هراس بقد احنا نبعثها لك يرحم والديك، بقد احنا تسقام لك تولي تشريها من ثم، تحتم تشريها من ثم، ولا جيت تديها من عندي. هذه هي فيما يخص النقل. اما روحكم ذوك الكاليتي تاع الماطله هذه كاليتي لا غارونتي. شوف نبداو بالدي 25 اسحاق، المصنع الوحيد اللي مد لك لا غارونتي في الدي 25. هاي نكوشيها ارواحنا تشوف هاي هنا عاد مطبقه برك. المهم هذه دي 25، ها دي 25 متر و60 على متر و90 تطلع 19 سنتيم، هذه مديره 1,150,000 في الدوبلاس، متر و60 متر و90. والمصنع الوحيد هذا مصنع، هذا ماشي سوق ذر ولا مديره تولي وقاعد يهف الغاشي، هذا مصنع كبير، هذا مصنع الفتح، نقول لك اكبر مصنع تقريبا في افريقيا، نقولوا ما نقولوش حنا في الجزائر، في افريقيا يصنع البونج. هذا مد لا غارونتي في الدي 25، هذه عندك فيها لا غارونتي دير 11,150، هذه في الدي 25 متر 60 متر 90 تطلع 19 سنتيم. روحوا لهم الدي 30، الدي 30 عندنا الدي 30 هذه وشنو هو الدي 30، هذه الدي 30 19. شوف عندنا احنا هنا مكوشيه الدي 30، هاي مكوشيه في الفي، هذه الدي 30 متر و60 على متر و90 تطلع 19 سنتيم، 1,350,000، ولا غارونتي فيها 100%. ها لا غارونتي 100%، المصنع الوحيد اللي عطينا لا غارونتي 100%، ها مصنع الفتح. هذه المطلب مده 8 سنين وانا نسوق فيها 8 سنين الحمد لله، واحد مش كان منها. نروحوا نكملوا اسحاق الدي 30 الكبيره ومن بعد نرجعوا الصغيره. عندنا الدي 30 25، عندنا الدي 30 تطلع 25 سنتيم كما راك تشوف. انا راح نبدا لي منها الدي 30 متر و60 على متر و90 تطلع 25 سنتيم ريال، هذا مصنع ما عندوش اللعب، هذا مصنع عالمي ما عندوش اللعب. هذه تيسي تاعها كتان وكلها كما راكم تشوفوا، كبيره صغيره، دي 25 دي 30 كامل تيسي كتان. هذه الدي 30 متر و60 متر و90 تطلع 25 سنتيم، هذه مديره 1,750,000 والراس مرفوع في السماء، يعني تدي ماطله اصليه بسعر المصنع. روحوا لكم دوكا الماطله الصغيره، الماطله الصغيره عندنا فيها 3 كيلات كيما نقولوا 3 قياسات. عندنا هذه الخاصه بالسرير كوفري، يعني 90 على متر و90 تطلع 19 سنتيم، تي سي تاعها كتان اورتوبيديك دبل فاس، لا غارونتي فيها وراي لا غارونتي يسحق 100% كيما راكم تشوفوا، لا غارونتي فيها 100% دير 750. اش فيها وليا
90 على 190 تطلع 19 سنتيم، لا غارونتي فيها 100% دير 750 الف، زيد اسمعني مليح. عندنا 80 على 190 تطلع 19 سنتيم دايره 700، عندنا 65 عندنا تاع هذه تاع لي كانابي، هذه خاصه بلي كانابي هذو، ها لي كانابي هذو خاصه بلي كانابي 65، عندنا 65 على 180 تطلع 19 سنتيم دايره 550 والغارونتي تاعها 100%، راهي لا غارونتي تاعها 100%. هذه هي الماطلة تاعنا، وهذه الماطلة الوحيدة اللي مشرفة الصناعة الوطنية، الماطلة الوحيدة اللي مشرفة الصناعة الوطنية تاع الجزائر. هذه كيما كون نقول الكلمة هذه الناس تولي تنتقدني ما نقولهاش، خير خلينا منها. المهم الماطلة الوحيدة اللي عندها لا غارونتي والماطلة الأصلية والماطلة الحرة. اللي يجي يزورنا مرحبا به، المقر تاعنا مدينة الألماء حي الصبيحية، زيارتكم تشرفنا. تكتب في الجي بي اس، ما تتعب ما تكسر راسك، اكتب في المابس اثاث المستقبل العلمة، تحط عندي مباشرة وروح دي الماطلة لين كلير دولين بسعر المصنع. مبروك عليك والسلام عليكم ورحمة الله.